مجموعة من ضابطات القوات المسلحة الليبية يلتقين هنا في جامعة بنغازي الحديثة للاحتفال ولمساندة المرأة الليبية بحضور عدد من زملائهن الضباط والعائلات. ملتقى الضابطات تزامن مع اليوم العالمي لحقوق المرأة وكإشارة لما يمكن أن تحققه المرأة الليبية من مكتسبات وفي شتى ميادين الحياة ومجالات العمل على اختلافها. حي المرأة الليبية في اليوم العالمي للمرأة الليبية، ونحن بدورنا منتسبات القوات المسلحة العربية الليبية نحن نحييها ونحتفل معها بهذه الذكرى العظيمة وهذا اليوم الرائع، عيد المرأة، فتحية لهن في هذا اليوم الجميل. المجال العسكري من أصعب مواقع العمل التي خاضتها المرأة الليبية، وأثبتت بأنها ليست حكرا على الرجال دون النساء اللواتي من حقهن الخوض في تجربة شتى أصناف الوظائف والمهن.